ماشي يا سيدي. اللهم العلي العظيم، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبتها علينا يسرا كما حملته على الذين من قبل، تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد رسول الله، صلاة السلام نبي رضيت. بسم الله الذي لا بسم الله الذي لا سميع العليم. اللهم أعني على ذكرك شكرك على حسن عبادتك. يقولون استمتع بحياتك. تدري احنا وش المشكلة عندنا؟ احنا ما نفرح، او احنا ما نقتنع باللي عندنا وننبسط به. تجد بعض الناس يقول والله انا بفله وبنبسط اذا توظفت. طيب توظف ما ينبسط، يقول تدري متى تكمل بسطتي وناستي؟ اذا شريت سياره. طيب يا اخي انبسط الحين، افرح واللي يجي. ويروح ويشتري سياره، ثم يقول والله ما انبسط ولا افرح الا لين اتزوج. يا اخي ما تكمل، ويروح يتزوج، ثم يقول ما تكمل فرحتي لين يقولون لي ابو فنان ثم يتزوج. فهذه مشكلة كبيرة عند الناس، لابد أن الواحد ينبسط ويفرح ويقنع. لا ما يصير يا إبراهيم، ترى حركتك اللي سويتها له مرة 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 ما تليق فيك يا أخي. أو شيء بلمع كبرنا يعني. والله العظيم والله وأنا أشوفك تلعب بلمع أحس باقي لك تطعيمات ما خلصت. لا خلصت تطعيمات كلها. يغلى حصن بالشرك لا تطعيمان من مشيه بتحياتي واشواقي لاحلى مدير انتاج طلال بن هندي الشيباني.